مرحبا بكم في حصة جديدة من على الميدان. على الميدان المرة هذية من نابل، تعرفوا الجهة معروفة برشا بالفلفل والهريسة. لك علاش اليوم تغطية خاصة للدورة الأولى لعيد الهريسة والفلفل. باش نذوقوا المأكولات اللي الباز نتاعهم الهريسة والفلفل مع أسي رفيق والمجموعة الكل هنا من نابل من المدينة العربية. تغطية خاصة لعيد الفلفل والهريسة من نابل.